مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. نخليكم مع قصة من قصص المجتمع المغربي، من قصص الشباب اللي تيكونوا احيانا ما كيعرفوش العواقب ديال الاشياء اللي كيكونوا كيديروها حتى كيوقعوا في الخطا عاد كيندموا. هنا هذا الشاب اللي ساجن سابق اللي تيقول انا ندوز سنين بسبب التجارة في المخدرات، كنت كنقصدو عندنا 12 كيلو ديال الحشيش، ودوزت انا 6 سنين وجوج ديال صحابي اخرين 6 سنين. طبعا من بعد ما خرج من السجن عرف بان الطريق ما مسلكاش، وان الحياة ديال المخدرات والحرام ماشي هي الحياة، وبغى انه يبدا حياة جديدة وبغى يشتغل، خصوصا وانه حاصل على البكالوريا وجوج دبلوم. هنا نخليكم تعرفوا عليه، عاود لينا شنو المشكل اللي وقع عليه. السلام عليكم مشاهدينا، معكم الشتيوي ادريس ابن مدينه مكناس، وكنشكر قناه شوف تيفي اللي تحت ليا هاد الفرصه باش نعاود لكم القصه ديالي كيفاش تدخلت للسجن. المهم انا كنت مشيت مع شي دراري صحابي كانوا مبليين، مشيت معاهم يتقداو البليه ديالهم الله يعفو عليهم، وبقينا جالسين مع كما كيتسمى بالبزناف، وكانوا مبليين بالحشيش الله يعفو عليهم ويعفو علينا كاملين. انا ما كنكمياش، مشينا بقينا جالسين حدا داك اللي كيقولوا له البزناز اللي كيتاجر في المخدرات، حداه كميه كبيره من المخدرات كتقدر ب 12 كيلو. بقينا جالسين حداه، تقداو من عنده الدراري، جاوا واحد الدوريه امنيه وشدونا كاملين وداونا وداروا لنا التجاره وداروا لنا المشاركه باللي راه كنخدامين معاه وهادي، وداونا وحكموا علينا وست سنين ديال الحبس، وضربتها كامله وحصلت على شهاده البكالوريا في وسط السجن. قريت وكبرت، حصلت على شهاده البكالوريا، وليت عاوتاني من ساليت البكالوريا ديالي قريت، شديت شهاده ديال شديت ديبلوم ديال الحلاقه هو الاول، وليت تبعت له ديبلوم ديال الخياطه في مهنه الخياطه، وفرج عليا الله الحمد لله. دابا راني بخير وعلى خير، ودابا الحاجه وحده اللي كنبغيت نديرها هي كنقلب على شي خدمه، والمحل اللي كنمشي له ولا السيد اللي كنمشي عنده كنقول له خويا راه بغيت نخدم وعندي الدبلوم عندي هادي، لا كيقول لي ما يمكنش ليا خويا انت ساجين وكذا وما نديرش فيك الثقه، يمكن واخا غنديرها فيك راه ما غاديش تقدر تدي لي شي حاجه ولا هادي. المهم المجتمع ديالنا ما كيرحمش. يعني انت بسبب هاد الشهاده ديال حسن السلوك مشكله لك مشكل في الحياه، مشكله لي عائق كبير، عائق رغم انك بغيتي تبدا حياه جديده وبغيتي تبدا يعني تفكر في المستقبل ديالك وتشتغل، حصل على جوج دبلومات وحصل البكالوريا في وسط السجن، وهذا كيدل على انك ندمتي على داك الشيء، على طريق السوء اللي مشيتي ليها او الاصدقاء السوء كما كنقولوا. شنو كتطالب او شنو هو الحلم ديالك وشنو باغي؟ الحلم ديالي هو يعيط لي شي واحد ويفاجئني ويقول لي اجي ولدي ولا اجي اخويا تخدم معايا، هذا هو الحلم فاش ما كان في هذه المهن بجوج بهم. المهم فاش ما كان سواء في هذه المهن سواء في شي مهنه اخرى ما عنديش مشكل في اي حاجه. ما عنديش ما خدامش؟ لا دابا حاليا ما خدامش، واللي كنمشي كنقلب على خدمه كيقول لي اخويا انت راك مدوز السجن السابق ما يمكنش ليا اخويا نثيق فيك وهادي وما كنعرفكش. كيفاش دوزتي داك، كيفاش جاتك الفكره انك دوز الباك في وسط السجن؟ وجات واحد الفرصه من عند واحد الموظف جا لعندي الله يذكره بالخير، راه باقي بالحياه بلا ما نذكروا الاسم ديالو. الله يجازيه بخير، هو جا لعندي قال لي ولدي، وداني هو مشرف اجتماعي، قال لي يا ولدي واش ممكن تتابع الدراسه ديالك؟ قلت له ممكن، قال لي جيب لي شهاده مدرسيه، جيب لي ليزكستري ديالك عقود الازدياد، وجبتهم له، جات عندي الوالده للزياره وجبتهم له ودفعتهم، وقف معايا تبعت الدراسه ديالي، درت متابعه الدراسه وشديت كما قلت لكم البكالوريا ديالي. انت اي مستوى كان عندك قبل ما تخرج؟ من كاتريام. من الكاتريام. واه. من بعد درتي الدبلوم ديال الحلاقه؟ واه درت الدبلوم ديال الحلاقه، ما بغيتش عاوتاني، كانت باقا لي مده العقوبه السجنيه كانت باقا لي 3 سنين، ما يمكنش ليا غنبقى غير جالس فيها وناعس وهادي، غنزيد غير المرض ولا يجيني شي مرض نفساني ولا شي حاجه. يعني الوقت كيضيع، اللهم تستفد. واه اللهم نستفد منه في شي حاجه اللي عامره واللي تولي عليا بالخير ان شاء الله. وكما قلتي الاخت الطريق ديال الحرام راه محدوده.
حنا كنعرفوا بهذا الشباب كيقولوا الحلم ديالهم يشدوا الباك. انت عندك الباك وجوج ديبلومات وخاكك ما خدمتيش. واه اختي واه هادشي اللي كنتمنى دابا انايا كنتمنى شي واحد يعيط ليا كيف ما قلت لكم كاملين مشاهدينا يعيط لي شي واحد يفاجئني ويقول لي اجي ولدي تخدم معايا ولا اجي اخويا تخدم معايا. انت ما كتطلب والو فقط كتطلب الخدمه. واه كنطلب الخدمه وباغي شي حاجه ديال الحلال ومطريق الحرام ما باغيش نبقى نمشي فيها واصدقاء السوء كاع اللي غادي يدمروني واللي غادي توقع لي شي حاجه خايبه بسببهم ولا هادي صافي. كاين المبادرات ديال اعاده ادماج السجناء ما استفدتش منها؟ لا دابا غادي نمشي لها وما كيزيدوا يتعطلوا شويه عام وربع شهور المهم حتى العام ونص كيتعطلوا شويه. ما حاولتيش انك فاش السجن تطلب تطلب يعني استفاده؟ لا 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 ما حاولتش. فاش خرجتي ما طلبتيش؟ لا ما طلبتهاش. لا ما كتحاولش انك تمشي طونتي لا شونس ديالك على الله؟ ما عرفتش نقدر. ولا كتقول انه كاين عراقيل ربما انهم كاين شنو اللي ما مخليكش انك تمشي لعندهم؟ شنو نقول لك اختي؟ المؤسسه ديال اعاده ادماج السجناء خصوصا انه تم فتحت مؤسسه جديده هنايا في مكناس. واه كاين واحد الفرع ديالها هنايا في مكناس بالضبط ولكن ما عنديش رغبه باش نمشي حتى لعندهم وهادي صافي. شنو نقول لك؟ فقدتي الامل؟ واه فقدته. شنو خلاك انك تفقد الامل؟ فقدتو غير المجتمع ديالنا والنظره ديال بنادم ليا كيقولوا هذاك راه مدوز الحبس هذاك راه كذا صافي راه مجرم راه صافي وليت غير من نفسي كرهاي انا في هذه اللحظه هذه. ندمتي على المعاشره ديال اصدقاء السوء؟ واه ندمت عليها وبزاف بزاف بزاف كاع. رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره كنطلب من الناس اللي عنده شي محل سواء في خياطه سواء في الحلاقه سواء في اي مهنه اخرى كيف ما بغات تكون يعيط ليا الرقم ديالي هو على لاباج 06 12 49 60 90. اعيد 06 12 49 60 90. باش نختموا رسالتك للشباب شنو اللي مازال ما طاحوش في نفس الخطا اللي طحتي فيه انت شنو تقول لهم؟ كنقول لهم ما تعاشروش اصدقاء السوء وكاع اللي مبلي بشي حاجه خايبه بعدوا منه والله يعفو عليهم. الله يعفو على الجميع والله يهدي الجميع مشاهدي قناه شوف تي في. يعني هاد الشاب منه عدد ديال الشباب اللي كيكونوا دخلوا للسجن سواء عن اصبحوا مجرمين بالخطا او بالصدفه او لا دخلوا بسبب الطيش والعقل اللي ما عندهمش. من بعد فاش كيفيقوا من داك الطيش اللي عندهم كيعرفوا راسهم انهم ارتكبوا اخطاء جسيمه اللي ما كانش كان بامكانهم انهم يتخطاوها. لكن ماشي مشكل الامل في الله باقي كبير. نتمنى بحال هذا الشاب تعطاه فرصه تعطاه انه يتصلوا به انه يعطيوه يخدم انه يشتغل خصوصا انه حاصل على الباك وعنده جوج دبلومات دبلوم في الحلاقه ودبلوم في الخياطه. هنا ديال الحلاقه ربما كيعطيو في المبادره الوطنيه راه كيعطيو الماتيريال وداك الشيء. ولكن غادي كما قلتي للاخت غادي نطندي لا شونس ديالي وغادي نمشي لعندهم لهاد الرعايه اللاحقه ان شاء الله ونفتح معاهم دوسي من جديد ونشوف شنو يديروا لي ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق. رقم الهاتف ديالي درناه اللي بغى انه يتصل به. عندك تجربه في عالم الحلاقه غير الدبلوم؟ واه واه. اللي عنده شي صالون دو كواف وبغى انه شي واحد اللي يشتغل يتصل به ويعطيه فرصه. وكذلك اللي عنده محل ديال الخياطه او شركه وبغى يتصل به ويعطيه فرصه ما فيها عيب اننا نصلحوا ولاد هذا المجتمع هذا. و الله يهدينا جميعا. الى هنا سيدنا نقول لكم دمتم بألف خير والى اللقاء.